نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي للمرأة. يأتي ذلك بالتعاون مع فريق المبادرات بوزارة الصحة أمام مجمع كليات جامعة الإسكندرية بهدف توصيل الخدمة وبشكل مجاني لأهالي المحافظة. في اليوم الاول كان عندنا اقبال كبير من السيدات اللي بتمنى على صحتهم، ودي من الحاجات اللي اسعدتنا جدا في المؤسسه. النهارده برضو منتظرين كل اهلنا من السيدات والبنات اللي محتاجين يطمنوا على صحتهم. طبعا الجهات الشريكه النهارده موجوده معانا، وبنحاول نوصل لكل سيده موجوده في محافظه اسكندريه عشان نطمن على صحتها. الحقيقه احنا كلنا كمتطوعين مبسوطين جدا بمقدار الشغل اللي بنعمله مع مؤسسه حياه كريمه، ان هو فعلا شغل على الارض، وبنقدر ان احنا نساعد الناس بجد، وبنقدر نوصل لحد الاسر الاكثر احتياجا في كل المجالات. النهارده عندنا مبادره عن مبادره السيد الرئيس لدعم صحه المراه، المبادره عن كشف سرطان ثدي المراه. احنا النهارده موجودين عند كليه حقوق، عند مجمع كليات. حقيقه المكان كويس جدا، عندنا وجود كتير من السيدات في اقبال كتير،